يفصلوا فيه الموضوع هذايا في تصنيف التنظيم العالمي للاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي. خلينا نعطيك قبل ما نجيو للحجاج نتاع التصنيف، لكن قبل فقط لو تسمح سي كريم، المهم باش نقولوا لك بالضبط بالضبط مكتب المجلس تقولوا مجبور على تمرير هذه للجلسه العامه، تعرضوا على النقاش والمصادقه. المكتب قال انه اللائحه هذه مخالفه لمقتضيات خاتمه الفقره الاولى من الفصل 141 من النظام الداخلي اللي هو قدامنا، زاده بحكم ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمه ارهابيه جديده يدخل في مجال التشريع ويتطلب طبعا لذلك واحترام المقتضيات الدستور التونسي تقديم مبادرة تشريعية عوضا عن استعمال آلية اللوائح. شوف باش نعطيك حاجة، الفصل 141 كيف ما وضحت لك واضح في عرض على المناقشة ولا نرجعوا لاجتماع مكتب المجلس الا جوست قبله، هو وقت اللي رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في الاجتماع القبل الأخير هدد أنه هو شنية هي بيع وشرية، فما بيع وشراء صارت داخل مكتب المجلس. ما ننساوش شنو اللي تباع وشنو اللي تشري. هات نعطيك شنو البيع والشراء، وقت لا انت رئيس الكتله نتاع قلب تونس يهدد بانه اذا يتم احتساب التمثيل النسبي نتاعو في لجنه التحقيق اللي صارت هالاخره هذه على الوضعيه الجديده، يعني بعد ما فما الكتله الوطنيه، فانه سينسحب من التحقيق، وهذايا كان فيه تهديد ديريكت مبطن انك اذا انتم باش نقصونا من عدد الاعضاء نتاعنا في اللجنه التحقيق هذه رانا ماناش باش نمشيو معاكم في اللائحه وباش نصوتوا مع تمريرها للجلسه العامه. هول هذا الاختيار اللي قاعد يصير في الواحد. اثنين، ما هو التفسير انه من ثلاثه نواب احنا عندنا الممثله نتاعنا، احنا اللي ديتاي لافي بازي سور دي ديتاي، الحكايه لافي بوليتيك الشيطان قائمه على دقائق التفاصيل، اني هي الممثل النائبه نتاع الرئيس اللي هي على كتله قلب تونس اللي صارت عليها البيعه والشراء في انهم ينتخبوا رجل غنوشي باش ينتخبوا لهم سميره الشاويش، جات في اخر دقيقه جوست لعمليه التصويت. ممثل عن حركه الشعب لم يحضر. نتيجه التصويت كانت 5-6 في حين انه كان شنو اللي صار؟ ورئيس المجلس لم يصوت، انا تو ما نعرفوش هو يندرى مع التصنيف ولا مش مع التصنيف. دائما طوق النجاه يقدم من هؤلاء. شو لكن هي وقت لها تعرضوا تخالف، معناتها انت تصوت على مخالفه الاجراءات، لا يمكن التاويل في الاجراءات، هذه قاعده عامه في القانون. شو ولا صار؟ شو اللي باش يصير وكان اللائحه هذه تتعدى للجلسه العامه وصوت ضدها. صوت ضدها، خلي الناس تعرف المشهد السياسي شنو اللي فيه وما فيش. اما بيع واشري ولا وهذه مش مصلحه، ماهيش مصلحه الشعب والشعب والمواطن في حاجه عليه، المواطن في حاجه انه تنقيح المرسوم عدد 116 ويتعدى بطريقه استعجاليه للجنه وباش يتعدى على الجلسه العامه، هذا اللي باش يوكل الواحد. نشوفوا انه تمرير القوانين وفي مكتب المجلس ولات قسمه وخيال، هذا هي مصلحتك نمشي فيه، هذا هي مصلحتي نمشي فيه، وكالعاده المعارضه خلاها تتكلم. نحن كنا في الوقفة الاحتجاجية قلنا وأعلنا أننا سنقف إلى صف الشعب في جميع الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق نتاعه ولا باش يكون فيها، سنتبنى جميع مطالب الشعب. هل اليوم تعتبروا أنه تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي هي من أولويات الشعب سي كريم؟ سامحني، وقت اللي أنت ما عندك 10 سنين وقاعد تلاحظ في حكم الإخوان في تونس شنو اللي صار؟ ولات الناس تتمنى انه في 2025 و2030 نرجعوا للمؤشرات نتاع 2000